تم انعقاد أول اجتماع اللجنة الوطنية للصناعة التقليدية تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، اللي جاء في إطار تنزيل القانون 50/17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية. وهذه اللجنة غادي تعطي دفعة قوية لقطاع الصناعة التقليدية، خصوصا بالنسبة لهيكلة القطاع وكذلك الرفع من تنافسية الحرفيين، لأن ما ننساوش بأن هذا القطاع عنده واحد الأهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني، كيساهم 7% في الناتج الداخلي الخام وكيشغل 2.5 مليون ديال المغاربة.